اسمه شكرا جزيلا يعني ولد ساعدونا اليوم المحاضره مالتنا هي هارت فيلر. شنو يعني هارت فيلر؟ طول جيت متأخر. شنو هارت فيلر؟ شنو هارت فيلر؟ هيك حساب عربي يعني. كارديو فيلر أصلاً كارديو كونسول. آه والله دي. خوش حاجة. أنت شو تقولون عين القاعدين مرتاحين؟ هاي العضلة اللي كنا نحكي عليها هي تتخلص وتنبسط وتودينا الدم للمكان اللي يريده راح تمشي لبعد عملها. طيب مياه للولد خليه يقع بعد كار راح تفشل البداعة. أريد نعرف إذا فشلت هذه شنو سبب فشلها وشنو المترتبات اللي راح تصير، شنو المشاكل اللي راح تصير وراء مع هاي العضلة مع ما تقدر تشتغل عدل، شنو اللي راح يصير؟ خلي نذكر السيركوليشن، شلون صار السيركوليشن يعني. دم يجي من الفينوس سيستم يروح للرائي السائل يتجمع بالرائي السائل اللي هو دي اوكسجينيتد بلاد. من الرائي السائل وين يروح؟ لوين يروح؟ للانك. عش ما ادريكم زين والله. يروح للانك بعدين من اللانك يصير اوكسجينيتد وبعدين يرجع يروح للليف سيستم. مو الليف سيستم هو المسؤول على ضخ البلاد البقية أجزاء الجسم عن طريق الأورتا. راح يصير مشكلة بوحدة من دني السيكوي، يا أما لايف فنتركل ما يقدر يشتغل عدل، يا أما رايز فنتركل ما يشتغل عدل، يا أما اثنين ما يقدر يشتغل عدل. فهاي السيركوليشن الحركة مال الدورة مال هذا السائل اللي هو البلاد راح يصير فيها مشكلة، راح يصير استيسس في مكان معين حسب المكان اللي راح ينظره والتبعات والمؤثرات مالته، انه يبدي فلويد راح يتجمع يا اما باللنج يا اما بالبودي بسبب فشل المضخة في اداءنا. فنشوف ايش راح يصير. Heart failure describes the clinical syndrome that develops when the heart cannot maintain an adequate cardiac output or can't do so only on the expense of elevated filling pressure. تعرفون يعني شنو elevated filling pressure؟ يعني الدايستولي عفية الدايستولي دي يزيد كمية الفلود اللي تطلع قليلة والباقي الراجع كل شوية. الباراسيولوجي مالها فعلا تعرفون احنا عندنا بريلود يعني يجينا هذا اللي حكينا هسه عليه بلاد يجي من الفينوس سيستم يروح للراي السايد والافتر لود الكمية اللي تجينا نفسها ما الراي السايد المفروض تطلع من الليف سايد. من المسؤول عليها؟ مسؤول عليها الكونتراكتيليتي مال الهارت. فاللي يفيدنا او المشكله اللي راح تصير بالهارت فيلر يا اما بري افتر او كونتراكتيليتي سبب. هذه البروسيس كلها تحت خانه الستارلينج لو اللي دائما نحكي عليه. تذكرون الكيرف مال الستارلينج لو؟ تعرفون يعني شنو الستارلينج لو؟ يعني شنو؟ هذا الستارنج لو طبعا يعتمد مو بس بالهارت يعني يعتمدوا كل البصر بس جزء من عمله هو بالهارت. القلب من يجي تجي كميه من البلاد المفروض هذه الكميه يوزعها بعدين بالكونتراكتيليتي مال الليف فنتريكل. شلون تعتمد هاي الكونتراكتيليتي وقوتها؟ تعتمد على الستريتشنج اللي راح يصير بالفايبر مال المصل اللي موجوده بالليف فنتريكل. كل ما يصير ستريتشنج اكثر كل ما بريلود والكونتراكتيلي تصير أقوى، يعني معناها كمية الفلوس زادت، كمية الفلوس زادت المفروض كونتراكتيلي أعلى. هاي مشكلة بعدين بالهارت فيلر، يعني كمية الفلوس تزيد ولازم كونتراكتيلي أقوى بعدين يوصلنا إلى أنه المصل تصير فتيك وتتعب وتنهار تتحول إلى هارت فيلر. الكارديك أوتبوت يعني إيش قد يضخ
the heart volume of the blood. As the volume of the blood pump each minute and expressed by the following equation. Therefore, cardiac output تساوي stroke volume في الheart rate. Cardiac output هي تقريبا 5 liter per minute. يعني بطل مال بيبسي باللتر 5 بطاله مال بيبسي باللتر بالدقيقه. هي هاي اللي تختار بالسيركيليشن كله. Stroke volume stroke volume per beat يعني. الheart rate number of beat per minute. تعرفون ذي الاشياء. Stroke volume يعتمد على contractility preload after load. اللي حقق لنا الكارديوك اوتبوت بالاضافه للهارت ريت. صوره انه هاي بريلود كميه اللي تجينا كميه البلاد اللي تندار بالهارت طلعت هي نفس الكميه اللي المفروض تطلع هاي الحنفيه اللي تطلعها محسوبه يعني هذا اللي يجي نفسه يطلع ما عدا الاندوستريب فوليوم اللي هو كميه قليله تبقى بالليف فنتريكل وهي هاي المشكله مالتنا اللي راح نواجهها بالهارت فيلر إنه هاي الكمية تبدأ تزيد شوية شوية وبعدين تنكس الهارت قلب ما يشتغل ما هي المتعلقات والمترتبات اللي راح تصير يوم قليلين شنو ما جايين ليش قليل اليوم ازدحامات يمكن قوية هاي يقول ايه يعني هو هذا المشكلة اللي صارت بسبب الهارت فيلر منو راح يلقفها اول واحد؟ منو؟ براين عافية براين يلقفها يعرف انه اكو مشكلة صارت مين يلقفها لبراين؟ ها؟ اي ايرتك عاج سنسرات سنسرات خلينا نقول سنسرات يعني شلون بالضبط بالضبط اذا واحد يريد يمثلها مثل الجيج مال المازين انت بالسيارة قاعد وتشوف الجيج مال المازين ايش قد ليش شلون تعرف على الجيج مال المازين هل قد وصل السنسر اللي موجود بالتانكي مال المازين هو يقول لك ايش قد والسنسرات اللي موجوده بال قلت لنا الارتكار ايش عارف بعد كاروتد بعد بالليفنتري كلامات يعني اذا كلهم يقول لنا البراين انه اكو مشكله اكو هايبرفيوجن البلاد اللي يجي كميته قليله فلازم انت تدارك الموضوع فش راح يسوي البرين مثل ما قلت لنا يبدي يفرز الأشياء واحدة من الأشياء هي sympathetic overactivity يعني فهمه للموضوع إنه القلب مدى يشتغل عادل فلازم يحفز على مود يشتغل أكثر على مود يضخ أكثر أحسن طريقة لهذا الشيء هو شنو زي sympathetic activity primary abnormalism paired off ventricular function leading to failing cardiac output. This activity is counter-regulate neurohormonal mechanism that's normal physiological that's in normal physiological circumstances will support cardiac function. بالناس الطبيعيين تفيدهم بس بالناس المو طبيعيين راح لوصل الأمور عليهم. But in the setting of impaired ventricular function can lead to deleterious increase in both afterload and preload. واحدة من الأشياء رينال أنجيوتنسين سيستم سيمباتيك اكتيفيتي هايبر بيرفيوجن للكدني رينال أنجيوتنسين ألدوسترون سيستم راح يبدي يتحفز هاي المشاكل كلها بدل الاثنين ستيميليشن اوف رينال أنجيوتنسين ألدوسترون ليد تو فازو كونستركشن سولت اند ووتر ريتينشن اند سيمباتيك نيرفس اكتيفيتيز ذس ميدييتد باي أنجيوتنسين 2 ويتش از ا بوتنت فازو كونستركتور اوف ارتيريوز اوف بوث كدني اند سيستميك سيركيليشن اللي نفسها اللي قلت لنا عليه السيمباتيك اوفر اكتيفيتيز اوف ماي انيشيالي مينتين كارديك اوتبوت الناس اللي عندهم الليف فنتريكل بادي تو بعده ممكن هاي السيمباتيك اوفر اكتيفيتي تعدل الامور
ترتب الامور بالمايلد هارت فيلر. بالمايلد هارت فيلر بالمايلد، بس من يصير مودريت عن سيفير لا توصل الامور عليهم دول الناس. وهذا هذا الدليل، هذا الحكي اللي هسه دا اقول لكم اياه. اذا بنتبين اكو ناس عندهم هارت فيلر صار لهم فتره طويله عندهم هارت فيلر، يجون مثلا لشغله روتينيه، مثلا يريد يسوي عمليه، يريد عنده في التعيين فشي، يريد يسوي ايكو ويسوي تخطيط ويسوي تحاليل، يجي يسوي له ايكونيك جالفي ديسفانكشن. المريض يقول انا زين ما شاكي من مشكله، اجكشن فراكشن مالته زين يعني مو كلش، مثلا اربعينات او 39 38. المريض هو امبيرد جالفي فانكشن بس زين كومبنسيتد. اللي سواه كومبنسيتد منه هذه الهرمون اللي احنا حكينا عليه، اللي هي اصلا اساس المشكله مالتنا. بس بالمايلد ممكن تخلي المريض لفتره معينه من الزمن زين ومشي اموره، لكن برولونج سمباثيك ستيميليشن ليد تو كارديك مايوسايت ابوبتوسيس اند هايبرتروفي اند فوكال مايوكارديت. بعدين مر الوقت لا تبدي الامور تلاص. ريمودلينج، اكو فينومين اسمها ريمودلينج فينومين، تذكروها سامعين بيها؟ مو سامعين بيها، انا حاجيكم اياها. تذكروها ريمودلينج فينومين؟ يا مسلت منو انت درت وجه شو اسمك؟ ها؟ كرار شو تقول؟ شنو ريمودلينج؟ حتى لو غلط احكي عمي قابل يعني، بس احكي بس خلي اسمع صوتك. تشو يصير بي تشينج؟ اوكي بعد شنو هاي تشينج يعني؟ صحيح كلامك، بس شنو التشينج اللي يصير؟ من مصل الى فايبرس تشو؟ زين اكو حد بعد يقدر يوضح لنا شويه اكثر؟ شلون؟ الهارت يطلع سنجات بس يعني ليك المصدر يصير تلف. ايوه قال لنا هيك يكرر، بس اريد نعرف وين شلون ما هي التبعات. تذكروها لو لا؟ الريمودلنج فينومي هي بروسيس تصير بالبوست مايوكارديال انفاكشن، يعني الوول اللي انضرب بالانفاكشن صار وول ضعيف، كونتراكتيليتي بي ضعيفة، ماكو جوز كونتراكتيليتي، أكاينيتيك سيجمنت يعني يصير. هذه المنطقة اللي انضربت، اللي نفترض أنه انضرب قد 10% من الليف فنتريكل، هاي 10% مال الليف فنتريكل هي تأدي واجب، تأدي وظيفة، مو هيك؟ هذا الواجب والوظيفة مالتها لازم أكو أحد يشيلها عنها. من يشيل عنها هاي البروسيس والوظيفة؟ السيجمنت القريبة عليها نير باي، فتكون تشتغل أكثر، لذلك يصير بها هايبرتروفي هاي السيجمنت، وانكريز كونتراكتيليتي بالسيجمنت القريبة عليها، يعني شوية تسمنت تضخم صار حتى حجمها أكبر هماتين حتى تغطي المشكلة اللي صارت في السيجمنت. لكن بمرور الوقت هاي نفسها تبدي تتعب، ونفسها يبدي يصير بيها اسكيميا، وحتى يصير بيها ابوبتوسيس، والمكان يصير بيه فتشي اكسبانشن انفاكت اكسبانشن، يعني تبدي انفاكت الاريا تزيد تكثر مر الوقت اذا انت متلاحق لها بالدراجز اللي تقلل الريمودلينج فينومينا، فيصير بوست اماي. شنو اكو احد يقول؟ احكوا المترتبات المتعلقات الأخرى مع الهارت فيلر هي البلمونري هيدم. ليه يصير البلمونري هيدم؟ شلون؟ شلون؟ انجيوتنسين فور اكزويت، ووتر ريتنشن. ووتر ريتنشن، اوكي، بعد. صوت عند ووتر ريتنشن. البريشر اللي هو بالليف زايد راح يزيد. بعد. كان قصدك الاند دايستوليك بريشر والفوليوم، مو بس البريشر. بدنا نقول اند دايستوليك بريشر يعني ويا الفوليوم. بعد
aortic pressure راح يقل. اي يعني شنو اشرح؟ يعني hypoperfusion يصير بالaortic arch قصدك، اللي قلنا عليه التبعات مالت sympathetic overactivity syndrome. بس هاي البلمونري ادم ليش تصير؟ واحده منها هي هاي النيورو هرمونال اكتيفيتيز، يا رينين انجيوتنسين، حتى الانتي دايرتيك هرمون راح يزيد. لان كلها راح يرجع الفلويد. بالاضافه الى المشكله انه انت الليف فنتريكل مالتك ما دا يشتغل. يعني انت احنا قلنا مو خمس بطاله مال شو اسمه مال بيبسي، مال سبن مو مال بيبسي. خمس بطاله مال بيبسي ذني المفروض الليف فنتريكل يعبرها. هو ما دا يقدر يعبر ذني الخمس بطاله. ايش دا يعبر مثلا ثلاثه ويبقى اثنين. الاثنين ذني وين راح؟ يبقى بالليف فنتريكل. اذا بقى بالليف فنتريكل ايش راح يسوي؟ مثل ما قلنا الاندستريال فوليوم والبرشر راح يزيد، يعني كميه الباقي بالليف فنتريكل زايد. زين هذا وين يروح؟ ما يريد مكان هذا. لا يرجع بالمايترال فالف. بعدين يرجع وين؟ للليفت اتريوم. بعدين يروح بالبلمونري فين؟ وين يوصل بعدين بالاخير؟ السلام عليكم. سلام. تفضل معي. وين يرجع هذا؟ يرجع لللانج. اللانج هي عبارة عن اسفنجة، ما أنا قايل لكم اللانج هي مثل الاسفنجة. هاي الاسفنجة المفروض يابسة، ما بيها مشكلة، وخاصيتها هي إنه تتعامل ويا الاير. بس هاي راح يرجع بيها للبلاد، هاي الاسفنجة راح تتبلل. يعني إذا واحد يكمش اللانج مال واحد هارت فيلر يأثرها يطلع منها فلويد. بينما بالنورمال إذا يأثرها ما يطلع فد شيء، بس تطلع فقاعات مال إيه أصلا. فاللانج راح تتعامل ويا فد شيء جديد هو فلويد، كمية فلويد زايدة. هاي كمية الفلويد زايدة إيش راح تأثر؟ راح تأثر على الريسبيريشن مو؟ يعني هذه البروسيس اوف ريسبيريشن والبروسيس مال الغاز اكسشينج راح تتاثر، مو نفس النورمال القديمه. لذلك يبدون ذول الناس يصيرون ديسنيه، يصيرون اورثوبيه، اكزيرشنال ديسنيه، باراكسيزمال نكشنال ديسنيه. تذكرون ها هيموبتسيس؟ متاكده؟ يعني ليش يصيرون هيموبتسيس؟ يعني هذا الفلويد راح الالفيولاي، هاي الالفيولاي يكون الضغط دائما كلش عالي، فأي مجرد قحة بسيطة ممكن هاي تطق ويطلع. شنو تقلل الالفيولاي؟ شنو يعني تقلل الالفيولاي؟ لا الضغط الحولي الالفيولاي يكون كلش عالي. اللي هو من يجي هذا البشر؟ هو نتيجة الفلود يعني العالي اللي يدخل الالفيولاي. الفصل اللي دائر مدار الالفيولاي، الفصل يعني هاي الكابيلاريز دائما مدار الالفيولاي هي مسؤوله عن الغاز اكسشينج. البريشر يصير عالي بيها، صار كلش عالي وصار مقوطه حتى يعني حجمها يصير اكبر. لذلك البريد من يروح قحه قويه ممكن يسوي رابتشر الوحده هذني صغار ويجي البرزنتيشن ازيموبتسيس، واللي هي كامل مثل ما قالت كامل البرزنتيشن بالهارت فيلر. وعاده هم يصير عندهم كف، لو ما يصير برايكم اهل الهارت فيلر سبليت؟ سبليت شو يقول؟ مودة الورق كرار ورق منهم. انت ويانا دا سمعينا لو دا تذكرين ايش قلنا سبب شوي؟ قلنا المريض اللي عنده هارت فيلر صار عنده كف. ليش صار الكف؟ وكمل الكف؟ انت تصورين كمل الكف؟ مو كمل. يصير لو ما يصير؟ صير لو ما يصير لا تسوي لي ايش اسمه صير لو ما يصير هيلو لا صير اللي جهتك نفس السطر اللي قدامي اي تصورين الكف كمون انتم برايكم بس انت اي انت انت ايش بيك اي انت اكو غيرك اكو حد وراك كف كمون بالهارت فيلر من اللي جاوب لا مو انتي انتي البالي هي انتي كمان متأكدة
الله عليك متأكدة؟ شوف هاي عزة راسك مو مال واحد متأكد. لا ما متأكدة. أنا أقول لك البرزنتيشن الكف برزنتيشن بالهارت فيلر بعض الأحيان هو سنجل برزنتيشن، يعني سنجل ساين يجينا بها المريض، يعني يجينا بس كف، وعادة يروح للرسبيراتوري ياخذ كورتيكوستيرويد وما شنو هاي، وهي أصلا المشكلة هي بالهارت بالفنتريكل. لذلك هذول الناس اللي مكرونيك كف يعني وهي خلينا نقول رسبيراتوري ايفالويشن المفروض نسوي لهم ايكو، يعني بدنا نعرف انه المشكله مال الكف هاي لها علاقه بالهارت لو لها علاقه بال اسمه. فممكن طبعا تعرفون شو وقت الكف يصير اكثر شيء عندهم بالبدايه شنو يعني بدايه لو ما يصير يكونون اول ما تبدي انت ايش قلتي بالليل بعد اكو احد يزود بالليل بالنهار ظهريا وجه الصبح فجريا شو تقولون بالليل عاده بالليل مثل ما قالت شو اسمك ها ما اسمع زمزم مو مثل ما قالت انه بالليل يبدي الكف يصير هذه المخطط واضح مو هو هذا الحكي اللي احنا هسه حكينا كله الباثوفيسيولوجي مال هارت فيلر يتلخص بهذا اللي هو كارديو كاربون ديكريز كارات الساينس بارا ريسبتر دي سيلي سنسيشن تبطل الهارت سمباتيك اوفر اكتيفيتي ديكريز رينال بلد فلور هيل عند انجيو تنسيل 2 اوفر اكتيفيتي وهي المشكله اللي حصلنا عليها تذكروا هذا المخطط هنا على بالرينين انجيو تشوفون هنا رينين انجيو تنسيل بعدين بالوان يتحول الى 2 بعدين 2 سبب المشكله هذه بس اذكروا هذه انه 1 الى 2 وذكروا هاي شو اسمه سبع ديال راح نرجع عليها هذا طرف البازل كونستركشن انكريز افتر لود انكريز كان او هارت فيلر هنا انا اندسترون سكريشن سولت ووتر ريتينشن انكريز بلازما فوليوم انكريز فري لود انكريز كارديك ورك لود اودي مو هارت فيلر تقريبا كل المشاكل اللي صار بالهارت ممكن تسوي هارت فيلر causes of heart failure تذكرون causes of heart failure هم عندكم شارت من المحاضرة هي ملخص للهاي ischemic heart disease, hypertension, valvular heart disease, cardiomyopathy, pericardial disease, myocarditis, endocrine, diabetes, and thyroid disease فيكم سايتوما, toxic alcohol, alcoholism, catecholamine, increase in cocaine hemochromatosis, nutritional arrhythmia, peripheral cardiomyopathy. شو peripheral cardiomyopathy؟ سامعين دي؟ سامعين شنو peripheral cardiomyopathy؟ إذا كل سامعين أنتوا تعرفونه. هاي سامعين دي؟ سامعين ولا؟ ها؟ ما سامعين دي؟ أبد يعني شنو بربريان كارديومايوباثي من يعني من الاسم واحد يقدر يستنتج شنو المشكلة بالولادة وين بالولادة شنو بالولادة في اي مكان في عفوا إذا أنت ما يخالف صحيح كلامك. في علاقة بالدليل عارفين واش حكي يعني فشيء له علاقة بالبرغنسي. خلنا نقول بالبرغنسي حتى تيح عليهم. مو بعد شنو اللي يصير؟ ها؟ يعني هو هارت فيلر يصير دون البرغنسي. برغنسي يصير هارت فيلر بدون سابق انذار. بدون ريسك فاكتور ماكو هي المشكله تتحول الى هارت فيلر
طبعا الايتيولوجي انون ما يعرفون شنو الايتيولوجي، يعتقدون انه الايتيولوجي هو اوتو اميون. المشكله مال ليش قالوا بربريان كارديومايوباثي، لانه هاي الكارديومايوباثي صح يصير جونج برجنسي، بس بعض الاحيان يصير حتى البوست ديليفري مثل ما قال لنا محمد، مثل ما قال لنا محمد، وقد يمتد الى 6 ويكس بوست ديليفري. يعني حتى بوست ديليفري ممكن هاي المشكله تصير اجل بريجننت لين، يعني مو الا جونج برجنسي واحده، حتى لو ما تجيب وتكمل وتعطيني الطفله ممكن يصير هذا الفيلر، لان الاوتو انتي بودي تبقى موجوده بداخل جسمها واللي تجي اصلا من الطفل. لحد الان ما واصلين للسبب شنو، بس هي المشكله اذا صارت البريجننت ليدي هارت فيلر مو مانيج ذس ليدي، هي المشكله. اذا راح اشوفها شلون تختارون الدراجز يعني اللي تفيد هاي المريضه واللي ما تاثر على الفيتوس. تايبس اوف هارت فيلر، قبل شوي قلنا الهارت بمكانين، يعني ليفت ورايت، ممكن لو بالليفت المشكله لو برايت المشكله او باثنين او باي فنتركلر. اكو فد انتيتي ثانيه يقولون سيستوليك اند دايستوليك هارت فيلر. سيستوليك هارت فيلر هو شنو؟ سيستوليك هارت فيلر معودي شلون؟ سيستوليك ديسفانكشن. وين هو سيستوليك ديسفانكشن؟ يعني كونتراكتيليتي امبيرد صار فيها مشكله، والدايستوليك ريلاكسيشن امبيرد صارت مشكله. طبعا عاده ذني اثنين كو اكزيست، سيستوليك اند دايستوليك هارت فيلر موجودات بنفس المريض. هاي اوتبوت هارت فيلر يلا طيب. مو بس يكون نورمال الاجكشن فراكشن، حتى الهارت الليف فنتريكل حجمه مو دايليتد، بالعكس صار هايبرتروفي. طيب شنو اللي يصير؟ حجم العضله يسمن. شلون بالهوكام تذكرون الهوكام؟ تذكرونها عيفوها الليف فنتريكل يسمن حجمه يصير سمين. هذا الثيكنس مال الوول مال الليف فنتريكل صاحبها فايبروسيس. وش راح يصير؟ راح يصير مشكله بالنزله مال البلاد. من تنزل بالليف فنتريكل، الليف فنتريكل فاقد الالاستيسيتي مالته. هو الليف فنتريكل مو بس كونتراكشن وبنفس الوقت الالاستيسيتي، يعني الالاستيسيتي مالته من يجي البلاد ينزل بها المفروض مطاط يتمطى حسب كميه البلاد اللي موجوده وياخذها الكميه اللي تجي. بين يصيرون دول الدايستوليك هارت فيلر يفقد هاي الخاصيه مال الالاستيسيتي المطاطيه. فاذا فقدها ايش راح يصير؟ كانما انت تذب مي فد شيء صلب كلش. هذا الصلب كلش ايش راح يتحكم او يسوي لنا؟ يزيد البريشر بالليف فنتريكل. اذا زاد البريشر بالليف فنتريكل راح يسوي لنا نفس السيكولي مال بالمنري اوديما اللي قلنا عليها قبل شوي. يعني مو بالضروره الليف فنتريكل اللارج. لا حجمه صغير اجكشن فراكشن نورمال بس هايبرتروفي صاير. فهمتني؟ هاي اوتبوت هارت فيلر شنو؟ هاي اوتبوت هارت فيلر، هاي اوتبوت. وين؟ اي وين؟ لا بالله. بالله لا. شلون؟ مشكلة بالفولف مثلا جينيكا او شنت او كل. خوش بعد اكو احد؟ لا لا هسه تبدا تشوفوها سيفير انيميا ومكتوبه، هاي مطلعها عمدا قدامكم فيسشولا وانيميا باراتوكسيك بريجنسي ممكن. شنو اللي يصير؟ ليش يصيرون هارت فيلر دول؟ شنو الهاي اوتبوت هارت فيلر؟ البدي بيحتاج انه يحتاج بلاد اكثر، فبالتالي هذا يشتغل اكثر لحد ما يوصل مرحله انه يصير فيلر، بعدين يقدر وما يقدر يحافظ لنا على الفانكشن. زين اريد بالاخير انت الاثنين بالاخير كلي اي شو تقولين؟ حتى يحقق الديماند اللي يريده البودي،
عافية عليك. واللي انت مالتها اللي هي الشنط، يعني اكو فينس ارتيريو فينس شنط تعبر من الارتيري للفينس، فاللي يوصل الارتيري قليل هم البرين يحس انه قليل لازم يشتغل اكثر الهارت حتى يوصل. نفس الشيء بالانيميا، انتو شايفين هواي ناس هم انيميا يصيرون هارت فيلر كرونيك انيميا، يعني واحد عنده ايرون ديفشنسي انيميا الهيموغلوبين مالته 6 مثلا، واحدة خاصة بالفيميا الله يعيسى 6 وتبقى فترة طويلة الهيموغلوبين مالتها 6، بعدين بمرور الوقت ورا مثلا في 6 شهور الى سنة تبدي البيشن صار ديسليك ديسليك وتاكيكارديا، تبدي ليك اوديما شوية من تسوي ايكو تلقون اكو هل بي ديسفانكشن، والسبب انه الهارت تعب صار فتيك يعني انهك صار لها سنة كاملة هي انيميك وده تشتغل بنص كمية بلاد بالفيميا المفروض اقل شيء 12 بتشتغل بنص هي 6، يعني هاي الستة ما توفي حاجة البدي بالبرفيوجين مال الأكسجين، لذلك لازم الهارت يشتغل ضعفين حتى عود يوصل وهم يوصل الأكسجين اللازم لأنه الكارير ما موجودات. نفس الشيء يصير بالثالث أوكسيفوسيس والله. أكو فد انتيتي ثانية أكيوت أند كرونيك هارت فيلر، هاي مسميات الهارت فيلر. حتى واحد لا مثلا من يقرأ يشوف دليل الأسماء ما يعرف شو الأكيوت هارت فيلر، وين يصير هو الأكيوت هارت فيلر؟ يعني واحد عافية بالعمى، يعني واحد قاعد الصبح مثلا صار أكيوت مايوكارديال انفاركشن رأسا صار هارت ديسفانكشن بالأكيوت مايوكارديال انفاركشن صار هذا الشيء. بينما الكرونيك هارت فيلر شنو؟ اسكيميك هارت ديزيز. زين يعني هو هارت فيلر وده ياخذ علاج صار له فتره، او مو بالضروره ده ياخذ علاج نفس اللي قلت لكم عليه المايل باقي كومبنسيتد لفتره طويله، بس هذا ممكن يصير دي كومبنسيتد. هاي الكومبنسيتد sometimes used to describe those with impaired cardiac function and whom adaptive changes have prevent the development of overt heart failure. في المحشر البداية minor events such as intercurrent infection, development of atrial fibrillation may precipitate overt or acute heart failure. أكو هذا هو نفسه اللي هو acute on chronic. يعني شنو acute on chronic؟ يعني هو نفسه هذا بالchronic heart failure وهي اللي هو compensated سواء كان دي أخذ علاج وما دي أخذ علاج رأساً صار دي compensated. في هاي الالنس اللي احنا حكينا عليها ممكن تحول لنا الكرونيك هارت فيلر الى اكيوت او بريسبيتيت هارت فيلر الى بيشنت اوريدي هو هارت فيلر. تذكروها الدنيا كان عندكم بالمحاضره اللي هو انه المريض صار مايوكارديال انفاركشن جديده فشي جديده واسكيميا جديده صارت ويا الاسكيميا القديمه مالته فرأساً صار دي كومبنس. intercurrent illness infection تتوقعون الانفكشن يسوي هارت فيلر بالكومبنسيتد هارت فيلر؟ يسوي لو ما يسوي؟ يسوي اكيد يسوي مو خلينا يسوي فهو اكيد يسوي. which infection ممكن يسوي هارت فيلر؟ UTI يسوي؟ any infection وين أبو الانفكتب اندوكارداتيز؟ وين أبو الانفكتب اندوكارداتيز؟ إيه هاي تسوي بس هاي يعني دايلمة يعني صارت تسوي بس أنا قصدي على الانفكشن هل هو سيمبل أو سيبير انفكشن لازم حتى يسوي لدي كومبنسيشن؟ سيمبل انفكشن سيمبل انفكشن هاي التونسلايتس ماكو تونسل ممكن لارنجايتس ممكن تسوي هارت فيلر او بريسبيتيت هارت فيلر. أريثمية أتريال فيبريليشن هو شنو يعني دي كومبنسيتد صار الهارت متعود على دراجز ومرتب امورها وده يمشي ده يمشي عدل على حبة الله رأسا تجي فت كفخة كلش قوية كفخة وتخليه يتحول الى دي كومبنسيشن. inappropriate reduction of therapy يعني شنو inappropriate reduction of therapy؟ ها
يعني كيف يكون؟ أنتوا بالأخير الاثنين. أنت القدامش منه؟ أي يعني القدامش منه؟ شو اسمك؟ ها؟ شو اسمك؟ قمر. احكي لنا قمر. شلون؟ إيه شلون الابروبريت ريليشن أفضل؟ بس انت حتى ما بينه ما دا اشوف ايش بدها تحكي. تقوم يوت تقوم ودي ناصه لو الكرسي غلط لو شنو صوت الكرسي ولا بصفه كم صوت الكرسي على يسار على يسار ما على يمين اي فانت ولا مبين اصلا ولا ويا شو تقولي يعني شنو الابروبريت ريدكشن حتى بالنظارات شو تقول؟ قطع العلاج فجأة. مو بس قطع العلاج فجأة. قلل العلاج. طبعا هنا المشكلة هذول المرضى انه احنا نستخدم لهم تذكرون شنو البس او شنو المين ستيم مال التريتمنت مالتنا بالهارت فيلر. لا البيست وان اكثر واحد شيوعا ومهم وما نقدر نستغني عنه. دايرتك شبيك فلويد اوفرلود انا اذا طلع لي فلويد نجي نطيهم دائرتك دائرتك في مشكله انه شو يسوي؟ يسوي دايوريسز ويسوي هوايه دايوريسز يعني خاصه بالليل المريض يقعد مثلا فد 3-4 مرات على مدة يسوي يورينيشن وهذا الشيء ضوجه يزعجه خاصه بالناس الكبار طبعا شو يسوي هذا الرجال الكبير والمره الكبيره تروح تدور على الحبايه هاي ما ادري شلون تلقفها انه هي هاي دارتك يعني ما تعرف تقرا وتكتب بس تلقفها وما تاخذها ما تاخذها العابه وتبقى على البقيه راسا تجيك اكيد تكون مدري قديمه تحكي وياها يا معوده ما اخذ العلاج يقول لك انا ما اخذ العلاج طبعا هي ما تكذب يعني ما اخذ العلاج بس شايله واحد من عندنا بدون ما حد يدري وقعت الهجيه تعال حير لو بالهجيه بس هي تبين انه هي ما اخذت دارة لازم تطلع العلاج كله وتصفط الهياء وتقول لها هذا تاخذيه هذا تاخذيه هذا تاخذيه بعدين توصل للنتيجه انه هذا شايلته هي كيف الحجه administration of drug with negative ionotrope beta blocker or fluid retaining properties like non-steroid anti-inflammatory or steroid هنا يعني اكو فتشي بهذا بهاي الايتم يقول الدراج اللي تسوي نيجاتيف يورا اللي هي بيتا بلوكر وانتوا هسه ما حكيتوا راسا قلتوا لي بيتا بلوكر ما ادري شنو مو قلتوا لي شيء العلاجات زين هاي شنو ذيك شنو؟ زين هو ده يحكي على مو اكيوت يحكي على كرونيك وده نحكي على كرونيك وده نشوف ال precipitating factor بالكرونيك بده يسوون decompensation اكو يعني شروط لازم أيوة اكو شروط اي أيوة والله نشوف الشروط مثلا اذا هايبرتنشن اوفر هايبرتنشن ما اقدر استخدم او اذا الهارت ريت يعني كلش قليل ما اقدر استخدم بيتا بلوكر بعد هاي الميسره هاي الميسره مالتكم هاي الميمنه سبب انتو شو تقولون هاي هي قولي يعني ياخذ ادويه واحده بيتا بلوكر راح تقلل كونتراكت مال الهارت لا 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 دماغي بس سؤال يا الله يخليك شنو هسه احنا من حكينا على الهارت فيلر قلنا واحده من الايتم مال التريتمنت مال الهارت فيلر هي بيتا بلوكر وهنا هسه خليني هذا الجدول يقولون البيتا بلوكر بها نيجاتيف يونوتروب وما يصير نستخدمه بالهارت فيلر هسه مو احنا يعني لاصق علينا احنا نستخدم لو ما نستخدم مو لاصق علينا لاصق لو ما لاصق عشان ايه لا لا هذا بالاخير معود احكي كرر دور الدايت يعني لكن من الهارت يتعب اكثر نستخدم بيتا بلوكر أو بالعكس
لا شنو لا ما بتذكر هذا عليك كيفك وياك هسه شلون هذول لو باقين على ذيك جاسم فهمني شنو يعني ما اعرف ما بتعرف شنو قصدك يعني بالعربي بالعربي احكي لي اي اي ويا يعني انت لا تقول وراها يتعب القلب يعني المفروض البيت قبل كان راح يتعب القلب بعد اكثر ويجي كرار ما ادري انت شو تقولون والله عشان بدي لاو دوز او شنو شنو بدي لاو دوز لاو لاو شنو وين حسب السلكتيفيتي خوش احنا دائما نستخدم سلكتيف ترى عافية عليك عافية عليك بعد شنو نظارات شو تقول هذه هارد فيلر واحد طينا البيت أبلغ أصلاً لأنه يعني هو راح يلعب بالكونتراكتيفيتي في أسرع لا 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 إيش اسمه زين 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 إحنا نحكي على واحد عنده هارد فيلر دريد نستخدم له بيت أبلغ نستخدم له ونستخدم إحنا أوردينا نحكي على واحد فيلر يعني بدنا نحكي على نورمال نورمال بالعكس إحنا شو اللي نستخدم له بيت أبلغ خلنا نستخدم بعد عنده مثلاً أسمن، مثلاً لازم نقص اللكتيف أو نقص. لا شوف، هسه شو اسمه؟ لاو شو اسمه؟ شنو؟ حليل. حليل؟ حليل حليل. حليل قالت لنا لاو، بعد التشكيل لنا سلكتيفيتي. ذني شرطين كلش مهمات. إحنا نقدر نستخدم بيتا بلوكر ليش ما نستخدم؟ عادي نستخدم بس أهم شيء سلكتيف بيتا بلوكر ولاو دوز. وتايتريشن مو سهل يا جماعه انا علمت تتذكروها ما تنسوها يعني نبدي بلو دوز وبعدين نسوي انكريزنج جراجوالي ما نبدي راسا هذا المريض اللي احنا بدنا نحكي عليه مثلا يجي ياخذ حبايه كامله من فد دراج معين مال بيتا بلوكر حتى لو سلكتيف يعني مثلا خلينا نقول ميتابرولول اجي استخدم 100 ملي جرام من الميتابرولول واحنا اصلا ما نقدر نبدي 100 ملي جرام من الميتابرولول اصلا دول الناس تدي لهم فدوز كلش قليله نبدي لهم 25 نص ال 25 ملي جرام او مثلا الكونكور اللي هو 5 ملي جرام احنا نبدي لهم 1.25 وبعدين نصعد اوفرج جيت تقريبا كل اسبوعين نبدي نصعد شويه لهذا المريض ما نقدر راسا نبدي بهاي دوز هاي دوز راسا نسوي له كومبنسيتد بينما سمول تايتريتنج دوز لا ممكن شو اسمه يتحملها المريض وما بها اي مشكله وهي بارت اوف تريتمنت وهسه راح نحكي عليها البارمدن امبوليزم ممكن شويه تسوي لنا هذه كونديشن اسوشيتد وذ انكريز ميتابوليك ديماند مثلا واحده صار بريجنت ثارا توكسيك انيميا اذا يكون بريسبيتيت هارت فيلر اذا كان هو كومبنسيتد راح يصير سدي كومبنسيت اي بي فلويد اوفرلود خاصه بوست اوبراتيفلي ما يدرون هارت فيلر بده ينطوا فلويد هوايه وصار اوفر البارمدن اي هم تسوي سولت اند ووتر ريتينشن اللي تعرفون شنو النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري طبعا هاي مشكله هاي النون ستيرويدال بعدين ان شاء الله من تتخرجون وتصيرون اخصائيين تشوفون ايش قد مشكله يعني مشكله ما تنحل ما لها حل النون ستيرويدال هي علاجات المفاصل علاجات المفاصل ذني بروفين فولتارين وشنو ذني كارثه يعني المشكله انه كل المرضى اليوم اغلب المرضى الان في المولد ايج ميل او فيميل وعادة ذولا أوستيوارثرايتس عندهم مشاكل بالمفاصل وين ما يروح لأي طبيب لازم ينطي ذني العلاجات وإذا ما يروح الطبيب أصدقائه قاعدين بالقهوة يفتوا له فتوى يقولوا له خذ فولتارين أو خذ بروفين أو خذ مدري شنو لو ذني قعدات بالقراية ويفتن أخذي هذا العلاج أخذي هذا العلاج وبعدين الحجية تجيك مليوصة لهم والمشكلة الأخرى أنه هذول المرضى يحسون أنه يرتاحون يأخذون هذا العلاج فيقول أنا ما أقدر أعيف العلاج يعني أتقرم فلازم أنت ترتبين الأمور بأذر بين كيلر هي تفضل هسه الساين والسمتم مال هارت فيلر إذا تروها حكينا عليها ذاك الأسبوع يمكن أو أول أسبوع ديسنيا أورثوبنيا براكسيزمال تشورن ديسنيا
كارديك اسمها فتيك ويكنس ديكريز يورين اوتبوت كونفيوجن اند نكتوريا. السايم ريلز تاكيكارديا سبليس افكس بيتا سبليس فور بلمري هايبرتنشن جي بي بي ريبيتد هيباتيك انلارجمنت بارفرال اوديما سايتس بلورال فيوجن كارديك اتشكسيا جوندس سكين كولد اند كلامي باسس انترنس. هنا انا من ذني اريد بس تقولوا لي شو يعني شنو كارديك اتشكسيا؟ تعرفون شنو كارديك اتشكسيا؟ شلون؟ شنو كارديك اتشكسيا؟ حجم صغير. حجم صغير؟ حجم قدامك شو تقول؟ قدامك منو؟ محمد. شنو كارديك اتشكسيا؟ اللي بصفك. كتشكسي شو كتشكسي؟ مصر ويستر يعني شيء جلد وعظم. جلد وعظم يعني ظل الميز أهل ونيا مال جلد وعظم. لا ليش يقولون كارديك اتشكسيا؟ يعني كوز من الهارت. طلع لي شلون كوز من الهارت. يعني بمعنى آخر خلي أصغركم إياها بطريقة أخرى. هذول الناس يصورون skin and bone. هذول جماعة الهارت فيلر يضعفون كلش يعني هو سمين كلش وصار ضعيف كلش. شنو اللي صار؟ ليش ضعف هذا المريض؟ بلدي يروح للأعضاء المهمة. الأعضاء المهمة وما يروح للأعضاء المهمة. بعد كرار آخر واحد بقى الصدر. هذا الصدر. من البنية آخر واحدة. تأيهم نفسهم. آخر واحدة بهذا الصدر منهم. أي ورق. أي. آلاء ماذا تقولين يا آلاء؟ لبصفش لبصفش تقول. أكو بصفش أحد؟ ها أنتي أنتي قوم وقف قوم. مش أنتي تقعدين هنا بالبداية. شو تقولين؟ شو أنا كاردي كتشكسي؟ أدري ما أدري مصر وستينج. يعني سمعت كاردي كتشكسي المريض تعبان وضعيف كلش ضعيف صاير. ليه صار ضعيف؟ وهاي الفكرة. بس هو يأكل زين مو ما يأكل. المريض يأكل زين. فريفيوجن يكون المصر قريب. استريح استريح. احنا جلنا بالهارفيلر ما قلنا اوديما البدي كله اوديما جزء من البدي هي الانتستين. الوال مال الانتستين صار اوديماتوس. فالابزوربشن مال الفود ماتيريال او بارتيكلز يصير امبيرد. يعني صار مال نارشمنت بسبب المال ابزوربشن اللي يصير. يعني الثيكنس مال الوول مال الانتستين المكان ما كان ثيك هو اصبع واحد صار اربع اصابع. فالابزربشن صار قليل ما يوصل. مع العلم والمريض ده اكل زين. زين بعدين عندي سؤال فتيك ليش يصير هذول تعبان دائما تعبان نحلان؟ يمكن انت جوابك كان على هذا الجسم. تذكرين ايش قلتي؟ واحنا انا قالت هايبر برفيوجن لل سكريتال سيستم ان جنرال يصيرون فتيك ويكنس كونفيوجن. ليش يصيرون؟ للبرين. تعرفون شو الكونفيوجن يعني؟ ها؟ يعني ديسورينتد. والديسورينتد شنو؟ يعني يفقد خلينا نقول مثل اللي يفقد الوعي بعد ما يعرف الموجودين بعض الاحيان. زين هاي نكتوريا ليش نكتوريا؟ ليش يصير نكتوريا؟ تعرفون شو نكتوريا؟ شنو يعني؟ يعني تريز يورين هات نايت. ليش يصير هذول هيجي؟ شلون؟ لا يعني هو هذا المفروض موجود بكل الاوقات. يعني مو بس بالليل يصعد، ما له وقت محدد وموجود بكل الأوقات. وعادة ما يفرز بهيك أماكن ويا الأرثمية.
بس يعني تأثيره بمرور الوقت يصير أبولشت. ما يعني بعد ما يكفي ما يفيد تبدأ تفهمينه ما يفيد مرور الوقت. يعني ما يصير حاجة المشكلة اللي تصير مشكلة أكبر من عنده بعد. لا لا طبعا بيجت اودمنت فمن ناحيه تقريبا سواد الجمع المنطقه الظهريه اللي من ضمنها الكليه فيزداد البرفيوجن اللي هي ومنفسه اتنا ات جود برفيوجن للكدني. لذلك الكدني تقوم تشتغل عادي. احنا مو قلنا هايبر مثل شو اسمه كامل شو اسمه منتظر مثل ما قال منتظر واحد من هنا ديبندنت بارت بوستيرير وول فيرجع الفلويد للكدني فيصير جود برفيوجن للكدني ات نايت. لذلك يصير شغلها أحسن من نايت وتقوم تشتغل أكثر وتسوي دايريسيز أكثر عشتي لك منتظر. تذكرون إحنا قلنا لأنه البرزنتيشن مالتهم هو وايد ولا للهارت فيلر فقسموها بالنهاية كلاسيفيكيشن نيويورك هارت أسوشيشن كلاس 1 نو ليميتيشن 2 سلايد ليميتيشن 3 مارك ليميتيشن والفور هو سيمتوم أت ريست يعني بدري إذن يصير المريض. حتى السهل عملية إنه مثلاً مريض تكتب في الهستري على المريض تريد تنقل المريض إلى مكان ثاني تخبر أحد على المريض تقول له يجي. هذه بد ال stages مال heart failure وين النهاية classification ال stages مال heart failure قسميها A B C D تذكروها. ال A هو إنه ال patient and the risk factor to develop heart failure. ال B عند structural changes بالهارت بس ما صاير heart failure over heart failure. السي عند structural changes وعند sign of symptom مال heart failure. الدي هو bedridden وعند stage of heart failure. وذني من عندهم طلع من نهاية class 1, 2, 3, 4. الورقة شنو الأشياء اللي يسووها investigation واحد عند heart failure شنو investigation اللي نسوي لها؟ تذكرون الكوزز اللي احنا قلناها؟ المفروض الانفستيجيشن مالتنا تغطي الكوزز اللي احنا قلناها كوز ذاي الليسته مال الكوز مال هارت فيلر هسه قبل شوي قلناها كومبليت بلد بيكتشر سيرم الكترولايت بلد يورين نيتروجين ليفر فانكشن تيست فاستنج بلد شوجر ليبيدو بروفايل تي اس اتش يعني ثايرو فانكشن تيست وي ار تي 324 ايرون ستدي انتي نيوكلير انتي بودي فايرال ستدي يورين اناليسيس كارديك انزايم تشيست اكس راي حتى نشوف ذني ECG مو كل شيء سبيسيفيك للهارت فيلر اللي هو دايجنوستيك شوف السايز مال القلبي الاذر بالف مية مشكله لو ما مية مشكله كونتراكتيليتي مال الليف فنتريكل اكو اكاينتيك هايبو كاينتيك سيجمنت وبعدين بالنهايه انا ما فاد ان كل هذا نسوي له كاترايزيشن ليفت اور رايت هاو وي مانج هارت فيلر حال حال كل الـ chronic disease أكو pharmacological أو non-pharmacological تذكروها non-pharmacological non-pharmacological pharmacological أو others هذا اللي الأشياء exercise نقول للمريض نسوي exercise طبعا المفروض نسوي بالبداية نسوي له teaching للمريض يعني نعلمه شنو هذا نحكي له فد شيء فد فشي بسيط على ال الهارت فيلر شنو هو الهارت فيلر شنو المشكلة مالته شنو المشاكل اللي ممكن تصير حتى مشاكل العلاجات الأخرى وما ذولاك عندهم يجي كتيب صغير وني طول كل مريض عنده هارت فيلر حتى يقرأها ويتعلم من عندها يعني هاي الاكسرسايز تعرفون هو ما يدرس الاكسرسايز بس للحد اللي يقدر عليه يفيدنا to improve all the function حتى يقلل hospitalization increase exercise capacity quality of life يصير أحسن decrease symptom هاي الاكسرسايز والاكسرسايز مو معناها أني أركض أقول له تروح تركض كيلو وين ثلاثة من شنو لا أقول له امشي أحسن أحسن exercise المرضى الـ heart disease in general هو المشي walking بس يعني يجب أن لا يقل عن 20 دقيقة اللور limit مالتهم 20 دقيقة يعني إذا أقل من 20 دقيقة ما يستفاد المريض 20 دقيقة وفوق يستفاد المريض weight loss إلى obese قلل الصوديوم بالأكل restrict fluid and water intake
مينيمايز ميديكيشن خاصة بها نيجاتيف ايونوتروبين ينهي لنا استرويد أو استرويد كود أوكسيجينيشن عند كريز الكوميل انتاج. أولا الكوميل انتاج إذا قلله يروح الهارد فعلا عصير زين سنتم تقل بعد يمنع البروغريشن معنا الفيلم هو اكو فشي اسمه الكهول الكارديو مايوباثي يعني الكهول انديوس هارت فيلر بالناس اللي هم كرونيك يوزر ماكو ذولا هم عندهم فشي هناك انه السمول اريا اوف الكهول انتيك هي بروتكتيف اجينست هارت ديزيز هم هاي ماشيين عليها بس اللارج ذول ياخذون اكسس يصيرون اوفر هارت فيلر بعده مو يعني زين مو زين جماعة فارماكولوجيكال هي دارتك اي سي انيبيتر ارابز هيدرولازين نايتريت بيتا بلوكر كالسيوم سبيرنج دارتك ديجوكسين الوتروبس انتي ارثميك دراج والاذرز اللي قلنا عليها الاذرز هي البيس ميكر امبلانتيشن اي سي دي سي ار تي فالف سيرجري اند هارت ترانسبلانت نحكي عليها اذا نجي على السريع واحده واحده دارتك شنو فائدتها دارتك فائدتها انه هي المشكله مالتنا احنا يعني ستبدا تشوفون حتى بالبدايه انا قلنا دارتك وبعدين راح نروح على بقيه الدرجز لان احنا نريد نعالج المشكله الاساسيه اللي احنا واقعين او المريض واقع بها بسبب الهارت فيلر اللي هي الفلويد اوفرلود والفلويد اكسس لازم نخلصها من عندها حتى المريض يقول صار زين ارتحت عليه فنعطيه ميلود دارتك يا فرصه مايل بيوتنا مايل دارتك بروديوس كان انكريز يورين الصوديوم ان ووتر اكسكريشن ليدنج تو ريدكشن بعيد والله بعيد سمعوني صوت واضح ليد تو ريدكشن ان بلاد اند بلازما فوليوم الدارتك هي ريدوس بريلود اند بروف بالمونري اند سيستميك فينوس كونجستشن الالدوستيرون هي احنا قلنا لوب دايرتك هاي الالدوستيرون اللي هي بوتاسيوم سبيرنج ايجنت اللي هي سبيرالاكتون افيرينون ار بوتاسيوم سبيرنج ذات ار بارتيكولارلي بنفيت ان بيشنت وذ هارت فيلر بعض الاحيان يقول لانه بوتاسيوم سبيرنج ايجنت استخدامه ويا الاي سي انهبيتر يعني الكابوتين اي سي انهبيتر يعني البازوديليتر ممكن يسبب لنا الهايبركاليميا لان يعني الاثنين هن روتينينج بوتاسيوم اثنين هن يرجع للبوتاسيوم بدي بس هذا الحكي مو صحيح هذا الحكي اللي موجود لانه كميه البوتاسيوم اللي يرجعوه الاثنين كميه كلش قليله ونجليجبل وما يسوون هذا الشيء يعني هذا مو انا مو يا هذا الحكي اللي هيك امبروف لونج تيرم كلينيكال اوتكم ذا بيشنت وذ سيفير هارت فيلر اور هارت فيلر فولوينج ايكو مايكاردييال فانكشن الأذر هي البازوديليتر اللي بدي أحكي عليها هنا هي النايتريت والهيدرولازين النايتريت هو فينوديليتر الهيدرولازين هو أرتريوديليتر يعني درجين واحد يسوي لنا دايليتيشن بالبريلود واحد بالأفترلود فيعدل لنا الفانكشن مال هذا اليوز ليميتد فور تولرانس اند هايبوتنشن يعني ممكن يسوي لنا هايبوتنشن ممكن يصير تولرنس للمريض بعد ما يستفاد من العلاج خاصة بالنايتريت هذني استخدام هذني الاثنين كان قبل موجود هسه من اجا الاي سي انهبيتر ماكو اجا الكابوتين الكابوتين والارابس هن بدني غطن على ذني وضغن عليهن ذني استخدام من الهيدرولازين والنايتريت هو ليميتد فقط للبريجنسي الهارت فيلر البريجنسي ليش؟ ذني تشبيهن ذني شو كونتراديكيشن البريجنسي لا الأرابز ولا اس انهبيتر ممكن واحد يستخدمهم للبريجنسي لذلك نستخدم ذني بمكانه البازوديليتر امبروف سمتوم امبروفمنت فانكشن اكسرسايز كاباسيتي
وإذا ما رهم مذنب يمكن نستخدم أي سي وأرابس. شنو تقول؟ لا لا البيست هو النيرالتي، بس هاي تعتمد على البرزنتيشن مال المريض. يعني انا من اقول لكم النيرالتي البرزنتيشن لازم المريض هو اورثو، يعني المشكله مالته هي الديسني والاورثوبيا، يجيك اوديستيك اورثوبيك انتبه عليها، ديسنيك اورثوبيك وعنده ليكوديما. مرات المريض زين ما عنده ديسني، يعني تيجي السيريا يقول لك يعني ما مخبط، تيجي تسوي له ايكو انت تلقى الريجكشن فراكشن مالته لو، والمريض انفيلر، بس المريض يقول لك انا مو ديسنيك زين. تساله انت تقدر تنام بالليل زين؟ يقول لك انا اقدر انام وحتى ما اقعد بالليل، يعني ما اقعد عندي اورثوبيا او بارازيزمال نكشونال ديسنيا. هنا اذا هذا المريض هيجي دا يقول معناها الدايرتك مو كلش انديكيتد عند هذا المريض، فنصعد عليه البازوديليتر. تعرفني؟ بس البيست فازوديليتر هي مو النايتريت عامة، البيست هي الاي سي انهبيتر او الارابس. وهسه بالجديد الاي سي انهبيتر بدا ينحصر استخدامها بسبب سايد افكت مال الكرونيك كاف، فدا نستخدم ارابس. فالبيست تريتمنت بالفازوديليتر هي الارابس، تبقي على فازوديليتر ويبقى المريض سنين كل الزين، مو ما يحتاج دائرتك، بس دول قليلين كلش، يعني من البرسنتج الكبيرة مال الهارت فيلر. هي الفكرة مال استخدام الانجيوتنسين والأرابز ليش؟ يعني وين الفكرة مين جتي؟ الفكرة جتي من هذا الدايجرام تذكرون هسه اللي حكينا عليه. هذا الدايجرام، هذا الانجيوتنسينوجين الوان إلى التو. هي الفكرة إنه نوقف هاي السايكل مالتنا، نضربها من فوق. هنا يشتغل الاي سي انهبيتر الكابوتين وهنا تشتغل الارابز. فهموني؟ هي الفكرة ايقاف هذا، ابولش هذا، قصة ابولش هذا الدايجرام. ليش؟ حتى ما نخلي هاي الجهة تصير وهاي الجهة تصير. فهموني؟ يعني النيورو هرمونال تشينجز نريد نوقفها، هاي الفيشيوس سايكل، الحلقة المفرغة اللي احنا دخلنا بها نريد نوقفها. شلون نوقفها؟ نروح على ذني الاماكن نضربهم وحدة وحدة. فهنا الاي سي انهبيتر وهنا الارابس. هنا اكو سؤال، اكو سؤال، هذا احنا قلنا هسه الاي سي انهبيتر فوق والجوال الارابس، هل ممكن انه نستخدم التو ان سيم بيشنت؟ هل ممكن نستخدم الاي سي انهبيتر والارابس نفس المريض؟ ما يحتاج. شلون عيني؟ الورق شو تقول بالله؟ اي شو تقولي اللي بصف الورق شو تقول من النظارات؟ لا هي انت قالت ها شنو نفسهم ولا شنو نفسهم عنه؟ يعني نستخدمه يعني شنو تقول لي اللي نستخدم لو ما نستخدم تقول لي نفسهم ها ما نستخدم؟ يقول لي ما نستخدم بعد نفسهم. شنو اليمي شو تقول نفسهم؟ لا مو نفسهم، لا نقدر نستخدم الاثنين بس هي مو شائع هذا الشيء. نقدر نستخدم الاي سي اللي بدل على مود نضرب هذا المكان والاربز على مود نضرب هذا المكان. تعرفون ليش؟ اي من قال لي يا الله قول الدرج الواحد ما يقطع السايكل 100%. عجيب ممتاز. سامي ترى. حنين والله كل زين حنين ممتاز. حنين تقول الدرج الواحد هاش حنين هاش كليته هاي تاخذيها. خليني هاش كليته هواي. تاخذيها حنين والله. والله يسمع. وهاي اللي بصفك. حنين شو تقول؟ تقول هذا الدرج. ماكو درج هو يقطع رسبتر كلها. ماكو واحد 100% يجي يشتغل على الريسبتر ويدمرهم كلها. لا هذا ذا يريد يعني سوينا أبولش للريسبتر 60-65%.
احنا نريد نوصل مثلا 75 الى 80% نضربين اثنين التو ريسبتر بنفس الوقت وياي مثل ما قالت حنين. هاي مثل ما قلنا هو الفائدة مالتها قلنا ان الافتر لود والبري لود. طبعا الاي سي انهيبيتر والارابس هي ارتريو امبينو دايليتر اثنين هن. يعني بمكان ما نستخدم النايتريت والهيدرالازين نستخدم هذا الادراج يشتغل لنا بمكان الاثنين هن. بالمودريت عن سكير اي سي انهيبيتر كان بروديوس سبستانشال امبروفمنت ان افورت تولرنس اند مورتاليتي and can also improve outcome and prevent onset of heart failure in a patient with poor residual left ventricular function following myocardial infarction. تذكرون الريموديلنج فينومينا اللي حكينا عليها؟ احنا قلنا مو قلنا اكو علاج لها؟ العلاج مالتها هو هذا لو الارابس لو الايسين بيتر اللي هو ده يقول عليها هنا. هاي الريموديلنج البروسيس اللي يسوي in fact expansion تذكرون قلت لكم هاي يصير هايبرتروفي وتبدا يموت جزء من المصل الزينه. لذلك احنا بالناس اللي هم مايوكارديال انفاكشن من يريد يطلع من المستشفى اذا شايفين واحد من اللاين مال المانجمنت يخلوا له اي سي انهيبيتر او ارابس ويقولوا له هذا العلاج تبقى عليه لمده شهر اللي هنا 4 أسابيع وبعض الاحيان 4 إلى 6 أسابيع بوست ام اي. تفهموني شنو الفكره ليش انا اذا اعطيها؟ طبعا شوف هاي هم بيها مشاكل. انت مو تعطي اي سي انهيبيتر لهذا المريض. طبعا المرضى اللي شايفيهم يقعد بالبيت ويجوا الافواج مال الزيارات وياهل يجي يفتي والمريض شو يسوي؟ يجي يطلع له الاوراق هاي يجي رحت لهذا والثاني هذا التخطيط مالتي هذا الايكو هذا العلاج هاي الكارت مال العلاج دول يجون يقرون قال له هذا علاج مال ضغط شلون يعطيك هذا. طبعا هاي كلش كومن هاي الحكايه علاج مال ضغط شلون مطيك هذا يموتك انا شنو شو يسوي المريض؟ هو انت اصلا الموعد مالته بعد شهر يقطع العلاج يجيك ورا شهر قاطع وانت البنفيت مالته هي خلال الشهر الاول. تعرفون ليش خلال الشهر الاول؟ لان البروسيس مال الفايبروسيس من المايوكارديا من خلال اول شهر اللي تقوي لنا المكان مال الانفاكشن هو خلال الشهر الاول 4 تو 6 ويكس شهر الى شهر ونص. طبعا هاي هم مشكلة هاي الفتاوي ماكو هنا مكانين مال الفتاوي مكان الأول القهوة حد الزلم والأقراية مال النسوان. طبعا ذني كارثة يعني ما عندهم شغل غير بس يحشون على طباء والعلاجات والمدرش الاثنينهم. لذلك هو يعني part of treatment يعني you must add this item to the treatment. من يطلع المريض ورا شهر من يرجع لك تقول له هذا بعد ما نحتاج يشيل هذا العلاج وقع على بقية العلاجات اللي انت خذيتها. Improve survival اللي يصير inhibitor and all severity of heart failure. البيتا بلوكر اللي انتو قلتونا عليه البيتا بلوكر هي مو كل البيتا اللي نستخدم لي الكاربيدولول الميتابرولول and بايسبرولول كان improve overall and event free survival in knee class 2, class 3 heart failure probably in class 4. The contraindication of heart failure شنو؟ bradycardia. هو إذا المريض هو already bradycardia ما أقدر استخدم الهارت بيتا بلوكر يعني سوينا bradycardia والسيمتوماتيك bradycardia يعني واحد ده يصير عنده شلون الفينتينج من bradycardia side of peripheral hypoperfusion COPD asthma ما نقدر نستخدمه وال second and third degree heart failure ما نقدر نستخدم beta blocker. ديجوكسين ها شبيه شو تهز براسه واي ضايز من ديجوكسين علاج مزعج طبعا هو مقزز لذلك تضجت. الديجوكسين احنا مو نجي نستخدمه رأسا كل واحد هارت فيلر ديجوكسين. اكثر استخدام للديجوكسين بالهارت فيلر هو هي الايف اذا المريض ايف اتريال فيبريشن وهارت فيلر واستخدامات الاخرى يمنيها كلاس 3 كلاس 4. الديجوكسين هو يقلل هوسبيتاليزيشن ان هارت فيلر بس ما بي افكت على السرفايفل.
يعني سيمبتوماتيك امبروفمنت بالمريض، بس المورتاليتي والهاي ما يقلل، مو مثل الارابز، مو مثل البيتا بلوكر. هاي اشياء مهمه تسالون عليها وتجي من الامتحان. هذول الناس اللي عندهم هارت فيلر سواء كان بوست ام اي او كرونيك هارت فيلر او كارديومايوباثي لاسباب اخرى، العضله مالتهم تعبانه، العضله كلها تعبانه، ومن تتعب العضله مال الهارت تصير هي سورس فور اريثميا، يعني القلب يقوم يخربط بالدقات. ونقدر احنا نستخدم، طبعا احنا البيتا بلوكر اصلا استخدامه هو تو بريفنت اريثميا، يعني بيشنت وذ هارت فيلر، واحده من استخداماته يعني الاسباب. هذول الناس احنا يعني نقدر نستخدم لهم انتي اريثميك دراج. بس هسه بالجديد الناس اللي هم بوست ام اي خاصه وده يصير عندهم اريثميا، وحتى اذا صار لهم ريسبونس للميديكال تريتمنت، اتس بيتر تو امبلانت اي سي دي، يعني افضل نخلي لهم اي سي دي ذول الناس. هذا امبروف سرفايفل اوت كم سرفايفل. بعض الاحيان نحتاج السي ار تي. سي ار تي هو كارديك ريسنترلايزيشن ثيرابي. سي ار تي هو اعاده كهربه القلب، حاشيكم اياها هذه. والسي ار تي هسه بالجديد ضافوا له اي سي دي، يعني سي ار تي دي صحوا له سي ار تي ولا اي سي دي. ممكن دول نسوي لهم هل الهارت فيلر اذا شفناهم تعبانين ما يصير لهم ريسبونس، نسوي لهم قسطره، شوف اذا بصل مسدود نفتح لهم اياه، اذا اكثر من بصل ومتر هم قسطره نسوي لهم كبج، يعني سيرجري. اخيرا وليس اخرا، اذا ما صار لهم ريسبونس شو نسوي لهم؟ شو نسوي لهم؟ كارديك ترانسبلانت. كارديك ترانسبلانت كمون هي الكارديك ترانسبلانت؟ مو كمون؟ مو كمون؟ شلون؟ بالشنو؟ بالعراق. هو شنو كمون بالعراق؟ مو كمون بالعراق، يعني هو ترى حتى للبقية مو كلش كمون، مو كل يعني أنت مو تتوقع أن الدول دول أوروبية ولا هاي. ها اي هاي واحده من المشاكل اللي الدونرز يصير له، مو كل حتى الدول الاوروبيه، مو كل الدول الاوروبيه تقدر تسوي هارت ترانسبلانت. يعني الدول الاوروبيه الوحيده المانيا، والدول الاخرى امريكا تقدر، شو اسمه اللي بعيده عن الدول الاوروبيه، الدول الاخرى ترى ما عندهم امكانيه. والدول الأوروبية بالمناسبة ترى يعني أغلبهم فقراء تحت مهاجرين، يعني مو عمالهم ناس شو اسمه. الدولة الوحيدة اقتصادها قوي بأوروبا هي بس ألمانيا، يعني ألمانيا عندهم إمكانية، عندهم فلوس كل شوية، اقتصادهم الاقتصاد الأول بالعالم، هم تجي وراهم فرنسا وإيطاليا، البقية كلهم فقراء. يعني ألمانيا هم مثل الجماعة كلهم، هي توكلهم تصرف عليهم، ما ادري ما اعرف يعني ليش قبلت تدخل بالاتحاد الاوروبي، يعني ما مستفادين شيء هم، دخلوا على شنو ولا ما اعرف. وهسه الجماعه دي يبتزون، يعني هسه كل الصرفيات مال اوكرانيا عليهم. هم ترى دوله كلش الالمان كلش يعني اذكى ناس بالعالم هم الالمان، والاساس الصناعه اللي موجوده هسه الصناعة الحربية والصناعة المدنية هم الألمان، يعني حتى قبل هتلر وورا هتلر شو. الألمان عندهم مراكز كل شوية تشتغل، يمكن أنا حاجيكم أكو واحد من المراكز يشتغل 450 كيس بريير، يعني يومي، يعني يشتغلون 450 مريض هارت ترانسبلانت بالسنة. بس تعرف طاعش قد ها شنو نعستي؟ تعبتي؟ نعستي؟ تريدين طلعين؟ لا هي سمعتني. القاعدة 150 مو 150 و 150 هي هو المسألة، مسألة 150 مسألة جد ثلاث قاعات،
يعني ثلاث قاعات مليانة مثل هذه يقدروا يسوون بالسنة هذا ترانسبلانت. يعني مو يعني تصور في شيء بسيط، مو بسيط كلش يعني، في شيء كلش ديفيكولت. والمشكلة هي مو بس بالشغل، المشكلة بالمشين اللي يحضروها للمرضى. يعني أنت لازم تحضر مشين وتحضر صالة مع العمليات مرتبة وكلش أدفانس للناس اللي هم شو اسمه تسوي لهم ترانسبلانت، لأن أنت أوريدي أصلا تحول المريض على مشين وتشتغل الشيل الهارت تقص الأيورتا والبلمونري والشيل هنذمن تخلي هذا الجبل بال شو اسمه. أكثر ناس هم الألمان يشتغلون، وكل هسه تقريبا كل مستشفى بالعالم تريد تشتغل هارت ترانسبلانت يدزون عليهم على هذا التيم الموجود. وإذا نشوف بقية السناتر اللي مشتغلة ترانسبلانت كلهم الأساس مالتهم هم الهارت العفو التيم الألماني، هم اللي يعني هم راح يروحون يدربوهم يشتغلون وياهم كم كيس يجوز فد 20 إلى 50 كيس وبعدين يعرفون شنو. أكو واحد راد يسأل الهارت سيفس، أكو عندهم سيفس خاص هناك يخلوه بحقول يكبر ياخذون ياخذون قلبه يخلونه. لا اول انت تدري هو السورس مال الهارت هو الدونرز يعني هيومن بينج. بس هناك ها لا شوف صحيح هو برايد تميل تجيبه، هذا تجيبه من واحد ميت متوفي، وهم مو مثلنا هناك. يعني هناك مثلا ساي القاعة القاعدين كلهم بيهم مأمنين على حياتهم، وعندهم هاي التبرع بالأعضاء. طبعا التبرع بالأعضاء مقابل فلوس ومقابل ضريبة، يعني يطورات الشهري هذا اللي يتبرع بالأعضاء. وهناك ترى يعني مو مثل ما أنتم متخيلين، الحياة كل الصعبة ترى كل الصعبة. يعني أنا أشوف العراق يعني في المكان كلش ببساطة إنه واحد يعيش فيه. حتى المجدي عايش أحسن عيشة، حتى المجدي اللي يجدي بالشارع هو عايش عيشة كل الزينة. هناك حتى المجدي مالتهم ما يحصل، مو بسهولة يحصل، يعني الفلوس مو سهلة تجي. إذا ما تشتغل ما تأكل، يعني صعبة كل شيء. لذلك هم يتجهون خاصة الناس دول مع كل الدراج أديكت، الناس تعبانين عندهم أطفال كل شوية ما يقدرون يعيشون، يروح يتبرع بعضها يقولوا ما لي. يعني من يتوفى أعضاء يتبرع بها لفد شركة معينة وفد منظمة وفد شيء. هاي المنظمة تعطي راتب شهري، وعادة الراتب مجزي يعني كل الزين الراتب. لذلك هم يعني مشجعيهم هذا الشيء، فأغلب المواطنين مالتهم يعني متبرعين بعضهم. لذلك سهولة الحصول على الدونرز عالية بألمانيا. وهناك شلون مثلا خلينا نقول مثلا بالبصرة، احنا بصرة وحلة وبغداد مثلا المركز مال هذا المريض اللي يحتاج هارت مثلا بغداد او بالحلة مستشفى مرجان بالحلة. المريض وين توفى؟ توفى بالبصرة، حادث سيارة بالبصرة، وقالوا هذا برين ديث وماكو مشكله ومتبرع بعضها. فهم يتصلون او ذولا خالين عندهم خبر الويتنج ليست مال المرجان موجوده هناك بالبصره، فراسا يحاضروهم يقول لهم عندنا هسه احنا هارت واحد متوفي والهارت موجود، راسا ينقلوا اكو تيم خاص لنقل الهارت. يعني هذا يطلعوه يخلوه هاي كولن بوكس وما ادري شنو، تيم يروح يمكن 6 تيم مالته يشيلوه من البصره الطياره، عاده طياره هليكوبتر او طياره عاديه يشيلوه يجيبون المرجان يسلمون ذولا، وذولا يبدون يشتغلون. طبعا يجون لهنا يلقون المريض مفتوح، مريض مفتوح ومرتب وديشينون يعني مباشرين بالشغل مالتهم. ذولا يجيبون رأسين يشكلوا يعني هم مرتبين، يعني الناس كلش مثلنا يعني بالضبط. وذا اللاصق ما لبس يلبس. بعد أكو سؤال؟ عندكم سؤال؟ إن دنيا ترى إحنا حاجين هنا بالله قول عيني. دقيقة لا تونون لا تونون لحد يوني. يلا سلام. تايتريشن مو قلت لك إنها موجود تايتريشن وذي بلاد بريشر على البولس رايت، تايتريشن وذي بلاد بريشر على تستخدم لودوز كلش وتدي الصحة شوي شوي.
حتى بالفازودايليتر، بس المين ستيم من تريد تبدي تبني لهذا المريض بالدايرتك. بس اذا المريض انت تقول هايبوتنسيف وتعبان، يا هذا ما تقدر تطيق، مش عن تطيونه تروبيك ايجنت. اذا تريد تطي دايرتك، سامع بالدوبامين والدوبيوتامين، لازم تعلق له دوبامين او دوبيوتامين وبنفس الوقت تخلي له دايرتك، هم سمول دوز دايرتك، حتى تعدل الكونتراكتيليتي. وهذا شنو؟ هذا بوزيتيف ايونوتروب، يعني يزيد الكونتراكشن. من يزيد الكونتراكشن يصعد البلد بريشر، من صعد البلد بريشر راح يبدي يسمح لك وينطيك مجال باستخدام الادويه اللي انت تريدها. بعد اكو سؤال؟ وين الورقه مع الحضور مالتكم؟